من صلاح جول أم لا؟ صلاح شنو هذا صلاح؟ ما هذا يا صلاح؟ سلطان البطولة الإنجليزية. السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. يعتبر النجم المصري واللاعب الدولي محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، والذي يلعب حاليا في الجناح الأيمن مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والحاصل على جائزة الاتحاد لأفضل لاعب في أفريقيا للعام 2017، والحاصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للعام 2018. ويعتبر اللاعب المصري محمد صلاح هو اللاعب العربي الأول الذي انضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب عربي وأفريقي على مر التاريخ. نعم، إنه محمد صلاح فخر المصريين والعرب. اقتحم في بداية 2018 قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 150 مليون يورو، ليصبح محمد صلاح اليوم اللاعب المطلوب في ريال مدريد الأسباني. وبحسب العديد من الصحف العالمية، قد يحدد فريق ليفربول الإنجليزي سعر نجمه الأول محمد صلاح 230 مليون جنيه استرليني، وذلك للحصول على خدمات محمد صلاح في نادي ريال مدريد. وفي هذا الفيديو إليكم 5 أسباب رئيسية أهلت محمد صلاح إلى مرحلة أغلى لاعب في العالم والحصول على كل هذه الامتيازات. لكن قبل البدء، ضع إعجابك بالفيديو لنرى كم عدد الأشخاص المحبين لهذا النجم. أولا، السرعة الجنونية. يعتبر محمد صلاح أحد المتصدرين قائمة أسرع لاعبي ليفربول بسرعة تتعدى 33 كيلو متر في الساعة. ثانياً، يعتبر محمد صلاح هو المثل الأعلى في المهارات والمراوغة في مساحات ضيقة، ويستطيع إنهاك وإرهاق المدافعين والتسديد من بين أكثر من 8 لاعبين. العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين بتلعب يلا. فيرمينو فيرمينو وفرصة الهدف الأول. صلاح جول صلاح جول صلاح جول صلاح جول. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، اضربنا يا صلاح. ثالثاً، الرجل المغناطيسي. يعتبر محمد صلاح من اللاعبين النادرين الذين يتمتعون بقدرة التعامل بذكاء مع الكرات السريعة والتسديد المباشر. الكرة يا صلاح، صلاح جول، صلاح جول، صلاح جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا لا لا، محمد صلاح خرافي من كوكب آخر، من كوكب زحل، ليس من كوكب هذا البشر. رابعا، التنسيق والتخطيط مع اللاعبين. احتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف على مستوى دوريات أوروبا الكبرى. خامساً، محمد صلاح اللاعب الخارق لقوانين الفيزياء، حيث ظهر صلاح وهو يقوم بتسجيل أهداف من زوايا لا يمكن أبداً لأي لاعب عادي أن يقوم بتسجيلها.
في الختام، ما رأيكم الآن؟ هل يستحق ابن مصر محمد صلاح لقب أغلى لاعب في العالم؟ شاركونا في التعليقات. أزيد أذكركم إذا عجبكم الفيديو أول مرة تشاهد قناتي اضغط على زر الاشتراك وشغل زر الإشعارات.